السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم واحد الكيكة الإسفنجية رائعة، نتمنى منكم تجربوها. اللي بغاها فعلا تكون ليه رائعة يطبق الوصفة بحذافيرها بدون تغيير، إن شاء الله غادي يحصل على النتيجة مهمة إن شاء الله. واللي بغى اللي ما عندوش ديك الشوكولات اللي درت فيها، يبغى يدير فيها الشوكولا يعني عادية يقدر يدير الشوكولا عادية، بغى يدير الشوكولا بودر كاكاو يقدر يدير بودر كاكاو في بلاصة الشوكولا اللي درت أنا بدون حليب. إلا غديروا فيها ديك الشوكولات غادي يديروها بدون حليب إن شاء الله، غديروا فيها بودر كاكاو وغديروا مع الخيط تخلطوا مع الكيك بدون حليب. إلا كنتوا غديروا يعني الشوكولا ديروها بالطريقة باش درتها بالحليب اللي درت إن شاء الله. ومرحبا بكم ونشوفوا الوصفة. مرحبا، المقادير ديال الوصفة ديال هاد الكيكة الإسفنجية إن شاء الله هي كالتالي: 300 غرام ديال الدقيق، ها هي 250 غرام ديال السكر، 130 غرام ديال الزبدة دايبة، 300 مليلتر المس، عندنا هنا 3 ديال البيضات، 12 غرام ديال الخميرة الحلوة أو جوج صاشيات 14 غرام، عندنا 1.4 غرام ديال الملحة، عندنا 21 غرام ديال الفاني. هنا عندنا رقائق الشوكولا الممتازة، يعني إلا بغينا كيكة ديالنا تجي من النوع الفاخر غنديرو الشوكولا ممتازة، بغيناها تجي من النوع العادي غنديرو الشوكولا العادية إن شاء الله. هنا كندير هاد لي الشوكولا ديالي في الحليب سخون بحال هكا، نخليها تبرد ليا في الحليب، هذا حليب سخون غادي ندوبها في الشوكولا في الحليب بحال هكا. ندوب الشوكولا ديالنا ونخليوها تذوب، غادي نخليوها شويه تذوب. هنا غادي ناخذ ان شاء الله البيضات ديالنا، 3 البيضات، نضيفوا لهم السكر ونضيفوا لهم شويه الملحه ونضيفوا لهم الفاني ونخلطوا هذا الخليط ديالنا مزيان. غادي نخدمو طراب الكهربائي من الأحسن باش نطربو هاد الخليط ديالنا مزيان. لأن المقادير ديالنا خصهم ينسجمو مع بعضياتهم، ونضيفو هنا الزبدة ديالنا هنا كندوبو الشوكولا ديالنا في واحد 80 غرام ديال الحليب، 80 غرام ديال الحليب الشوكولا. راه قلت لكم المقدار، اللي ما بغاش الشوكولا والحليب، اللي ما عندوش الشوكولا والحليب يمكن ليه يدير معلقة ونصف كبيرة ديال بودر كاكاو، يعني 30 غرام ديال بودر كاكاو في بلاصة هاد الشوكولا. اللي بغى حاجة يعني فاخرة يمكن ليه يدير شوكولا حبوب فاخرة أيضا. هنا غادي نضيفو الماء المعدني ديالنا، غادي نضيفوه هنا، كنحيد التراب، كنخدمو التراب اليدوي بحال هكا. كنضيف الشوكولا ديالي اللي ذوبت، كنضيفها في العجين ديالي بحال هكا. كنخلط الخليط جميع بحال هكا، هنا كناخدو الفرص ديالنا كنخو عليه الخميرة كنضيفوه بحال هكا، كنخلطو الخليط ديالنا
مزيان، وكنكونوا وجدنا الفران ديالنا في درجة الحرارة 170 درجة، وكندخلوا ليه هاد الكيكة الإسفنجية اللي كتجي رائعة، كتجي ممتازة. هنا كنكرط مازال هاد الشوكولا باش المذاق ديال هاد الكيكة يجي زوين. هاد الكيكة كتجي بهاد الطريقة أروع أروع جدا، ملي نديروها بالطريقة اللي قلت لكم، اللي بغي اللي ما عندوش بودر كيكة كتجيش ماشي ما كتجيش بحال هكا، كتجي المذاق ديالها والروعة ديالها كيجيو رائعين ملي نديروها بهاد الطريقة اللي اقترحت عليكم. ها هي الكيكة ديالنا موجودة، ما علينا غير ندخلوها الفران إن شاء الله. ندخلوا الكيكة ديالنا الفران درجة الحرارة 175. بالنسبة للفران ديال الغاز يمكن لينا نديروها نشعلو ليه من تحت شوية، ونخليو الكيكة ديالنا حتى كتقفل حتى كطلع مزيان، عادي يمكن لينا نحمروها شوية من الفوق. مرحبا، هادي هي الكيكة ديالنا اللي كتجي رائعة، نتمنى منكم تجربها، كتجي رطبة جدا لأنها كما قلت لكم كيكة إسفنجية. غادي نقطعو منها واحد شوية ونشوفوها ونشوفو كي كتجي ان شاء الله. هكا نقطعو غير شوية، هانتوما كتشوفو، ردو معايا البال باش تشوفو هاد الروعة الرائعة ديال هاد الكيك. كيجي واحد الكيك هشيش هشيش بزاف 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 بزاف، يعني كيكة كتجي ممتازة جدا جدا جدا، هانتوما كتجي رائعة رائعة رائعة. جربوها بهاد الطريقة ان شاء الله، غادي تشوفو الروعة ديال هاد الكيكة اللي هي ممتازة، ونتمنى لكم تجربوها وغادي تشوفوا الكلام اللي كنقول لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. ها انتم شفتوا الوصفه ديالنا، كي جات الكيكه كتجي رطبه هشه، يعني كتجي ممتازه جدا جدا، يعني واحد الامتياز مهم جدا. نتمنى منكم تجربوها بهذه الطريقه وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه ملي تصوبوها، لان انا كتشوفوا الصوره، كتشوفوا الكيك، كتشوفوا كل شيء كنوضحوا لكم. رغم ذلك كيبقى ان الانسان يدوق ويشوف ويجرب، هذه هي التجربه المهمه اللي كنتمنى لكل واحد يديرها في اي وصفه ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في هذه القناه اللي هي قناتكم، ومرحبا بكم، وكنحييكم وكنحيي الجميع داخل الوطن وخارج الوطن، وكنحيي جميع المشاهدين الكرام في كل مكان. كنرحبوا بكم، كنتمنى منكم دائما تشجيع على هذه القناه، ديروا لايك وشاركوا في القناه ديالنا، ويعني شاركوا الفيديوهات ديالنا مع اصدقائكم واحبابكم ان شاء الله. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا للجميع.